يوم محسن بايهين ذي المرة ما سألتكم لأنه كنت أبغى أسوي شيء مفاجئ اللي ما كان يعرف ترى في اختبارات كثير في الإنترنت تفجر مخك. خلوكم اختبار الشخصية، خلوكم اختبار الجمال، خلوكم اختبار إذا صوتك حلو ولا لا، خلوكم الاختبارات هذه كلها. تعرف إنه في اختبار حمل؟ نعم يا أخي، هناك في اختبار اسمه اختبار الحمل عشان تعرف إذا أنت حامل ولا لا. انا انصحك تسوي الاختبار. في كثير منكم يجيني على الخاص يقول لي ابغى اعرف شخصيتك. لو تشوفون هنا في شخصيات مره كثير، المفروض انا اطلع واحد منها. فاليوم راح نسوي اكثر من اختبار. اضغط زر اللايك اللي تحت، واذا مشترك في القناه اشترك في القناه، وفعل زر التنبيهات ليس احس اني ببرنامج من قناه بدايه. الاختبار الاول نوع الشخصيه. بسم الله. السؤال الاول، تجد صعوبه في تقديم نفسك للاخرين؟ على حسب الشخص، اذا كان بنت ولا ذكر. اذا كان ذكر ولا عندي اي مشكله، بس اذا كانت بنت No way. فنحطها بالوسط. دائما ما تتغمس بالتفكير لدرجة انك تتجاهل او تنسى ما حولك. انا اقول نعم. من بداية هالسؤال هذا وشكله في اسئلة اقوى، ان شاء الله يا رب ما نجيب لي. حاول الرد على رسائل البريد الالكتروني الخاصة بك في اقرب وقت ممكن، ولا ترغب في رؤية صندوق الوارد وهو غير منظم. نعم غير موافق. No way. بريد الالكتروني ما خشه، حتى ما خشه الا اذا جيت اثبت لعبة، سجل في موقع. تجد انه من الاسهل الاحتفاظ بالاسترخاء والتركيز حتى في وجود بعض الضغوط. دائما بارد انا، تصير مشاكل ما عندي مشكله عادي، اهم شيء انك غاضب. ريلاكس، ما يحتاج انك تتفاعل. لا ترغب عادة في بدء المحادثات. موافق. نعم. والله ما ابدا المحادثه اذا هو ما بدا. شوف، اذا صرنا اصدقاء بعدين في المستقبل انا وانت، ابدا لا تحاول تنتظر مني رساله، لازم انت تراسلني بالبدايه. مو بسالفه انه انا ما ابغى راسلك ولا انه انا ما ابغى ابدا المحادثه، لانه انا اوريدي اصلا ما قاعد افكر فيك. نادرا ما تفعل شيء بدافع الفضول المحض. غير موافق مره. لو اشوف اثنين يتباقسون ليه متباقسون؟ خل فيهم. لو اشوف واحد ميت خليه يموت، امش عليه منه، خلاص بيموت بيروح يقابل ربي الحمد لله، المفروض يستانس. تعالي. تشعر انك افضل من الاخرين. احس في ناس احسن مني فانا احطها متوسط. احس في ناس احسن مني بس في كثير ناس انا احسن منهم. والله في كثير ناس وحود شايفين الحياه بس كلها فله وناسه. تنظيم اهم بالنسبه لك من التكيف. غير موافق، لانه بصراحه انا ما يهمني المكان، ان شاء الله اكون قاعد جنب زباله انا مرتاح نفسيا. عاده ما تكون متحفز ونشيط جدا. الفترة الأخيرة صراحة غير موافق. صراحة أنا قاعد أجاوب الأسئلة بصراحة لحد يخ. أكد من عدم تعرض أي فرد للمضايقة أهم عندك من الفوز في أي نقاش. لا أحيانا أكون مستلعن. على حسب، يعني على حسب الشخص يا أخي. وش الأسئلة البايخة ذي؟ على حسب الشخص، إذا كنت الشخص مستلعن كذا يسوي حركات معاك أكيد إنه غير موافق، اكيد ضر امه حرق ابوه بالبساطه هذه. لا امزح، متوسط يعني مو مره يعني. غالبا ما تشعر كما لو انك مضطر الى تبرير افعالك للاخرين. موافق، لانه بصراحه كثير ناس تفهمني غلط، بس بنفس الوقت احس اني غير موافق مره، لانه انا ما ابرر افعالي الا للناس اللي انا احبهم، وللناس الغريبين انا بصراحه ما ابرر لهم. بيئه العمل والمنزل لديك منظمه الى حد ما، متوسط عادي. لا يعنيك ان تكون محط انتباه الاخرين. موافق، ولا بحول اهلكم. والله العظيم كثير ناس تتكلم تسوي الاشياء هذه عشان يوري الناس، يلبس هذا اللبس عشان يوري الناس، صبغ شعره عشان يجيب انتباه. انا ما اطلع من البيت ليش بحاول اجيب انتباه لنفسي؟ انا اسوي الاشياء هذه لانه بصراحه اشوف مثلا الكيبوب، ما بذكر احد معين، ولا انمي اطالعه كذا يعجبني شكله فصير خاطري اسوي زيه. دائما يطلع شكلي مره غلط. ترى انك بارع في الجانب العملي اكثر من الجانب الابتكاري. بالبوث سايد يعني. نادرا ما يستطيع الافراد مضايقتك. موافق. في بعد زيادة ولا ما في؟ شوفوا بصراحة أنا قاعد أجاوب الأسئلة هذه بصراحة، يعني اختبرت الاختبار هذا مرتين وطلعت شخصية كل الناس انصدموا منها. فأنا قاعد أشوف الحين هل هو أنا من جد الشخصية هذه ولا لا؟ خطط السفر الخاصة بك غالبا ما تكون مدروسة أبدا. غالبا ما يكون من الصعب عليك توصيل مشاعر الأفراد للآخرين. غير موافق. شوف ما يحتاج إنك أنت تكتم على نفسك أبدا. مزاجك سريع التقلب. موافق. في أي مناقشة الحقيقة يجب أن تكون أهم من الأمور الحساسة لدى الأفراد. نعم. هذا شيء انا اتفق عليه. انا عادي تقول لي الصراحه ولا تقعد تكذب علي، يعني عادي تقول لي انا اكرهك ولا انك تقول لي انا احبك، بس قول صراحه بس فك امي. نادرا ما تقلق بخصوص مدى تاثير افعالك على الاخرين. غير موافق. انا بحولك، اهم شيء خاص انا مسوي الشيء هذا، خاص انا راضي عنه، مستحيل اسوي الشيء هذا اللي انا مفكر فيه. اوه هذا الشخص بيفكر عني كذا، لا بسويه، ما علي منك، بسويه دامني انا مقتنع وانا سويته. صدقني انا مسويه من نفسي، انا اعرف انه انا مسويه. طبعا انا اتفق انه كلنا نغلط، بس انا احس انه لا. غير موافق. نص ميديم. دائما ما تشعر بالغيره من الاخرين. ولا بحولكم. كتاب، متمتع او لعبه فيديو غالبا ما تكون افضل من اي مناسبه اجتماعيه. موافق. موافق بدون اي نزاع.
انا افضل انه اطالع انمي ولا اروح زواج. انا افضل انه العب لعبه ولا اطلع مع اي احد. قدره على وضع خطه والالتزام بها اهم جزء في المشروع اليومي. انا بصراحه دائما احط خطه واسحب عليها. نادرا ما تنجرف وراء الاوهام والافكار. وافق. غالبا ما تنغمس بالتفكير عند السير وسط المناظر الطبيعيه. في بعد زياده ولا ما في؟ عندما لا يرد شخص ما على البريد الالكتروني الخاص بك سريعا يتسلل اليك الشعور بالقلق معتقدا انك قلت شيئا خطا. الكلام اللي انا بقول لك اياه مستحيل افكر انه غلط. اذا كنت ابا هل تفضل ان ترى طفلك وهو ينمو عطوفا اكثر من كونه ذكيا؟ وش عطوفا اكثر من ذكيا؟ تستهبل علي انت؟ يلعبون علي الناس؟ احلامك تركز على الواقع وما يدور به من احداث. نص. لا تستغرق وقتا طويلا للبدء في المشاركه في الانشطه الاجتماعيه في مكان العمل الجيد. يعني كان يقول لك اذا انت دخلت مكان جديد ما تاخذ وقت كثير اكثر من يومين ثلاثه عشان تخش مع الناس وتنبسط. يعني انا بصراحه لا، على طول اوافق. انت اميل اكثر الى الارتجال التلقائي من التخطيط الدقيق. يعني ها مشاعرك تتحكم فيك اكثر من تحكمك فيها. يعني ما اعرف، الاسئله مره غلط. تشعر بالمتعه عند الذهاب الى المناسبات الاجتماعيه التي تشمل انشطه الترفيه. اذا كنت صاحب عمل فستجد انه من الصعب جدا فصل الموظفين المخلصين على الرغم من ضعف ادائهم. كل انسان يتطور. انا افضل اروح انصحه ولا اطرده لانه حرام. كثيرا ما تفكر في اسباب وجود الانسان. في زياده بعد ولا لا؟ صراحه هذا اكثر سؤال قاعد يدور بالي الفترة هذه أو الشهور هذه. إيش الفائدة مننا إحنا كبشر؟ أخلوكم من الأديان. أنا أبغى جواب بسيط عقلاني بدون تدخل الأديان. طق عادة ما يكون أهم من المشاعر عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات هامة. موافق. No way. لازم تكون، لأنه دائما المشاعر خليك تختار الشيء الغلط. الخيارات المفتوحة أهم بالنسبة لك من وجود قائمة بالمهام. خليني بشغلي، لا تقول تفرض علي تقول لي سوي كذا سوي كذا. أنا تحاول أبدا تخصبني عليش. شعر صديقك بالحزن بشأن أمر ما، فمن المرجح أن تقدم الدعم العاطفي بدلا من اقتراح طرق مختلفة للتعامل مع المشكلة. آها مو ونص. دائما أنصحه بعدين أقول جد اللي إيش يسوي، لأنه التعاطف ما بيخف شوي بس المنطق بيحلل المشكلة بكبرها. التزام الصواب أهم من التحلي بروح التعاون عندما يتعلق الأمر بالعمل الجماعي. نص. ترى أن وجهات نظر الجميع يجب الاحترام بغض النظر عما إذا كانت تدعمها الحقائق أو لا. موافق. موافق. لا أحد يناقشني أبدا. عادة ما تجد أنه من الصعب الشعور بالاسترخاء عند التحدث أمام عدد كبير من الأفراد. غير موافق. قاعد اتكلم قدام العالم كله. انا تعتمد على تجربتك اكثر مما يدور بمخيلتك بوجه عام. لا انا بصراحه ميديم لا احد يناقشني. تقلق كثيرا بخصوص ما يعتقده الاخرون. غير موافق. اذا كانت الغرفه مليئه بانك تبقى بالقرب من الجدران وتتجنب البقاء في منطقه المنتصف. يعني ميديم. تميل الى التاجيل حتى لا يوجد وقت كاف للقيام بكل شيء. غير موافق. لا موافق. معليش بس يعني ها انه دائما اجل الاشياء عشان اسوي لها سيفون. تشعر انك قلق جدا في المواقف العصبيه. في المواقف العصبيه دائما اكون انا ابرد واحد. دائما لما اتجادل انا وشخص دائما هذاك وانا اوكي خلصت. ترى ان محبه الاخرين لك اهم بكثير من التحلي بالقوه. انا احس لو تحليت بالقوه بتسكت الاخرين وبتخليهم يحبونك غصب. معليش مأثر فيلم ثاني. دائما ما تهتم بالأشياء غير التقليدية وغامضة، على سبيل المثال بالكتب والفن والأفلام. موافق. الأشياء التقليدية تجيب المرض ملل. نا شخصيتك هو انتي بي اي طلعت لي كنت بسوي حماس. المنفتح العقل 56 انطوائي. الطاقة الحدسي الواقعي الحدسي. اقول لكم انا لو احس انه هذا الشيء بيطيح على طول انا اعرف انه بيطيح. فاروق كمل السالفه. التكتيكات. الباحث. انا باحث؟ لا 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 في شيء غلط مره غلط. 76 الحازم. ولا علي من الحذر. روح سوي الشيء. طب من الشباك يلا. نوع شخصيتك المنطقي نادر الى حد ما، هم 3% فقط من البشر. تفخر شخصية المنطقي بقدرتهم على الابتكار والابداع. ووجهة نظرهم الفريدة من نوعها وفكرهم المفعم بالحيوية. شكرا لكم. وعادة ما يعرفون باسم الفيلسوف او المهندس، كما يعزى لهم الفضل في العديد من الاستكشافات العلمية على مر التاريخ. انتظروني قريبا بيجيكم اكتشاف ملعون والدين.
الحياة غير مدروسة لا تستحق أن تعاش. شخصيات المنطقيين معروفين بنظرياتهم الرائعة ومنطقهم الذي لا يلين. هم يعتبرون أكثر أنواع الشخصيات دقة من الناحية المنطقية. اسمع 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 ذي مما يجعل فكرة الكذب عليهم فكرة سيئة. بالضبط نفس ما قلت قبل شوي، وهذا يجعل المفارقات أن الكلمة الصادرة من شخصيات المنطقيين ينبغي دائما أن تأخذ مع حبة ملح. ما فهمت إيش قال بس صح كلامه. ليس لأنهم غير شرفاء، ولكن الناس من نوعية هذه الشخصية يميلون إلى التبادل الأفكار التي لم تطور بشكل كامل. نعم نعم. والناس من نوعية هذه الشخصية لا يهتمون بالأنشطة العملية اليومية ولا بحولكم. بالضبط نفس الكلام اللي قلت لكم اياه. الحمد لله انه انا قلت الكلام وتفسيره ليش عشان انتم تصدقون. ولكن اذا وجد بيئه صالحه للتعبير عن عبقريتهم، عبقريتي ما تقدرون عليها، وامكانياتهم الابداعيه، فليس هناك حدا لما يمكن ان تعطيه تلك الشخصيه من الوقت والطاقه لوضع حل ثاقب وغير متحيز. أنت إنسان جبار. قد تبدو لك شخصيات المنطقيين أنهم انحرفوا عن الواقع إلى الأحلام اليقظة التي لا تنتهي، ولكنهم في عملية التفكير متواصل ولهم عقول طنانة بالأفكار منذ لحظة الاستيقاظ. لا أقسم بالله ده الولد بيتكلم كلام زي الفل. ويمكن لهذا التفكير المستمر أن يجعلهم متأملين منفصلين، لأنهم في كثير من الأحيان يجرون مناقشات كاملة في رؤوسهم. تبهوا مني ترى لما قبل أكلمك أنا تصير محادثة براسي، يعني تخيلك انت تسولف معاي كيف راح تصير المحادثة، وسبحان الله 90% نفس المحادثة اللي انا قاعد اتخيلها. اسمع، قل للذين يريدون تغيير العالم ان يغيروا من انفسهم اول. يلعن ام الكلام، اقسم بالله ورب المصحف ان الكلام كفو. انا اتفق مع هذا الكلام بالضبط، هذا الكلام اللي انا كنت اقوله اول. لا تقعد تبغى تغير العالم وانت نفس ما انت، لازم انت تغير من نفسك قبل لا تغير العالم. انا مرة تحمست. علاوه على ذلك، فمن غير المرجع ان يفهم المنطقيون الشكاوي العاطفيه على الاطلاق، ولن يجدوا عندها اصدقائهم الدعم العاطفي الذي ينشدونه. نعم لا مو نعم، انا لاقي عاطف مني بس بنفس الوقت ما لاقي عاطف. يعني منطقيون قد تعرفهم. أنا شخصيتي قريبة من بيل جيتس. نعم شخصيتي قريبة من أينشتاين. كريستينا ستورت. نعم هذيك المرة حلوة. إيلين بيت. نعم هذيك اللي مرة شق. أنا يعني أشبه حلوين وعباقرة، يعني أنا ميكس حلو وعبقري، قصدي زق وعبقري. وصلنا لهذا الفيديو، كان المفروض اني اسوي اكثر من اختبار بس للاسف الفيديو وصل 10 دقائق. اذا تبغوني اسوي اختبار ثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، لا تنسوا تضغطون زر اللايك، واذا مو مفعل زر التنبيهات فعل زر التنبيهات، واشوفك ان شاء الله فيديو جديد. سلام يا ولد، ايش رايكم بطقمي؟ بيس يا ولد. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا كان مولع. لا تكتبون انا ادري مولع.